يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، اعلموا أن لله الخلق والأمر، كما قال ربنا سبحانه: ألا له الخلق والأمر. وكل مخلوق في هذا الكون آية دالة على وحدانية الله وعلى قدرة الله الباهرة وقوته المعجزة، وآية على أن الله سبحانه وتعالى هو المتصرف في الكون المدبر لشؤون خلقه. أيها المسلمون عباد الله، إلهي با أمرك يا أبورك لبضب له، وها عالم كان شوغودن إلهي با أبوري، إلهي بانا سبحانه وتعالى مامله، ووري إلهي ونوغو الشيغي كتاب كيس: ألا له الخلق والأمر. أمر يا أبور بي إلهي سقا ياله أرن كاسي أغادو أهيدين دعو إيمان يقين قلبي نقشها النغض شيء كستو كم إذا مخلوقات كإلهي وحو على مدي أستان يهي إلهي شريتان كيس، والدليل تصين يا إلهي كلني مديس ولك لي يا رب النمو حق أولي يا عباد إن لقوني يا له، والدليل تصين يا إلهي سبحانه وتعالى أوديس يا قوة يا حوق رب سبحانه وتعالى أولي يا، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد شيء والبع على مدبا كترتا لغو عبرقا توتو سنيسا إلهي سبحانه وتعالى متكل يئنو يحي. ومن مخلوقات الله العظيمة الدالة على عظمة الله وقوته وقدرته وتفرده بتصريف الكون الشمس والقمر، مخلوقات كإلهي واوين الدليل كوا إلهي أوديسه
يا إلهي سبحانه وتعالى عالم كان كلدي مامله وحاكم إذا قرحدي الضيح. فقد قال الله سبحانه: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وحاكم إذا مخلوقات كتصين يا إلهي كلني مديس شريتان كيس يا ودي سهبين كيا مالنت سدا النظام سن سبدل يسو ويدارنيا منافع ذا إيو واحترك فراها بدن إلهي أقلي مخلوقاتك وحاكم إذا قل رحدي الضيح إلهي وحيري سبحانه ورحدي الضيح هو سجودنا وينيدو دي قرحدو دي واحتركو دا انتا دبوكتان ادلان عدان وحاكوين الله أبوري الله أساس سبحانه وتعالى كون أكسن أي مخلوقات كي سيهين الله أسيو سجود وعابد قارهان مركا أي مدوبادان الله مدوبيي الله أسيو تكدع. قال الله سبحانه: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. إلهي وحوت المام يقول رحضو إني سعطه ميلو إلهي وطلق لي إني صلقاتو أيكو سعطاه أرنك نوع عاسيس كما إيمان الله سبحانه وتعالى أود بضن علمي قيسو الشي والبو قاري كان قوينتيس أيكو سعطاه إلهي با سبحانه وتعالى أمر كيسي إذن كيس أيكو سعطاه من خلافته. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. ضي حاسنها بين والبا ما شو فريصنا يا وهلكو إلهي أمرين وفريصته وهلكو ربي سبحانه وتعالى أتشان قوي. أيها المسلمون عباد الله وحد عدو إلهي أدوميس وتصيا إنو كحجاب إفتين كقرح ضئي الضيح أرنت نوع سيماها مد معنا الآن ودعه بل إلهي سبحانه وتعالى وكفق يهي إنه الشيء معنا الآن أبوره أما قدره أما شرعيه فلله سبحانه وتعالى في خلقه وتدبيره وتشريعه حكم بالغة. إلهي سبحانه وتعالى أبورس تيسا ما ملتان كيسية شرعيين تيسبا حكمة حال دير بوكلية. إلهي سبحانه وتعالى قل رح دي الضيح مرارك قار كود افتين كود ونقا قريو وشيدوين وكلية هايو كحسا الدلة قرآن كي السنة هياتشرة وهي تهي مركا اي دعان دادك مسلمين تهي إني كبرا رقان. وإلهي سبحانه وتعالى مقاصدية وشيدوينك وكلية هاي مذوبين تود أي حقيقيا. فمنها يا عباد الله تنبيه العباد على عظمة قدرة الله وقوته. حكم إذا وشيدوينك إلهي الضومين وكبرا رتيو وكو الرميسانين رميسنان أي سيزيات سدان الرميسيهين إلهي أودي سوين يا افتينك كقاضي سبب مادي ولا تابن قرار انتاسي هاللهاتو يا صاب تاسي ويالي وسيدا يوسعون تيرين وراحضا يضيح يدولك هالكي كيستاق تيرين عدة كبد شيك اللي حسوايو أمخلوق فعل ذلك ما مخلوق باسيدا سيالي مركا إدعا دس مخلوقات كودميا هدهي ستاقان أوده دي حيلده دي سجيان مسور تودا يا عباد الله إني السيدة يا هايين كعليان مسوحي سجيانون إنت الله خالق مامولا سودي هروق علينا أيها المسلمون عباد الله حكمة وحكم إذا تذكير العباد بوحدانية الله وتفرده بتدبير الكون الضوماء إلا حصوصيه إلهي كليني مديس يا ربين لك لي هاي عالم كان مامولي تانكيس وحنا آني كدعي كارين وحي إلهي دونا موياني
وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدبر الأمر من السماء إلى الأرض إلى هاي وحاق سرك صو حكومة ينبع عالم كإنتي سكلك دعاه إلى هاي بس سبحانه وتعالى قل رحدي يدي حمام له وحي نوم وقدار مركو إلى هاي نوم وشيو وحي نجا قرصو من مركو إلى هاي نجا قريو افتين كود وحي نجا حجاب ما إلى هاي سبحانه وتعالى مركو إنجا حجابه قال الله سبحانه وتعالى الشمس والقمر بحسبان حساب إلهي يبيك السعدان اسكما السعدان ما ملك إلهي أيو سعد كود وهوس يماداه وحي تاسين حسوسين إيسا أن لهذا الكون خالقا قادرا مدبرا كون كان يا عالم كان إنو ليهي مد أبوري وما مله وأود أولى مامل كعالم كان من الحكم يا عباد الله في كسوف الشمس والقمر تذكير العباد بنعم الله وشيدوين كإلهي وكل يوحكم إذا إلهي الضومين حصوصية نعموين كيس فكم من نعمة نعلمها أو نجهلها في ضوء الشمس الواصل إلينا أو في نور القمر المضيء لنا أيها المسلمون عباد الله إمسا كتشرت النعمة افتينك قرح ذا دي الرماد كي يكوليل كوطا إيا افتينك الضيح يكوليل كمرا قارين قرانا إنو وهدي لين ويديا إنو شيء كرنو إيا قاربدا وجهل إيا قولانا إنو كقصقنا هاي نعم كاسو إلا إنو حصوصينيه من الذي سخر لنا الشمس والقمر يا إنو سخيري ورحدة يضيح سائر من والبوغو انتفاعنه وسخر لكم الشمس والقمر دائبين إلهي بايدين سخيري قرحدة يضيح يقواك وصعنا أيه سعد كود أيهي تشوكتو وهو الذي جعل الشمس ضياء إلهي سبحانه وتعالى وحاي كمتي صفات كيسي أفعاشيسة وكم تيستي كليدي إلا عابدو اتوسين يا ودي سي ربي نمدي سي كلي نمدي سا إنو كدقي قرحضة مدل إفتين دي رمادنا له إفتين وحلو أركو دي عالم من كم أقنا الله يد مقدبو نقول لها دي رماد بي لا يددكو هايكو انتفاعان دنيا دكو انتفاع دو قيدو هايكو بحان مدو هايكو بسلادان عدو ربضان إلهي سبحانه وتعالى عدة عالم كان كن نولو كقد دفاعه والقمر نورا إلهي واك الضيحانا كدقي نور يفتين وقدره منازل ومالا وفريستي منازل سمايي لتعلم عدد السنين والحساب سيادو قاتان تيرادة الصندادة والضيحاسي أي الصندادة هي حسابتا مالمها هي بلها بالقرطاه ما خلق الله ذلك إلا بالحق إلهي سبحانه وتعالى معنا الدرئي عيار وما أبور حب إلهي كأبوري حكمة حال ديرنا ربي سبحانه وتعالى وكل يحي أيها المسلمون عباد الله ودكتهين حديد يحبان ينصب بحين عالم كنسود ويكانيه ودكتهين هديق الرحمن ينصب بحن عالم كان موقال كي يسدون قنايه أيها المسلمون عباد الله جدوين كإلهي وكل إياهي الرحي يدي أحمد وبات كوحا كمدة تخويف العباد وتحذيرهم من عقاب الله وإيقاظهم من الغفلة لا يدوميس كبق الجلينية رب سبحانه وتعالى عقاب كيسا يكون متيستان دنبية دي معاسدة يكون تيران أيو قدق إياه رب سبحانه وتعالى قفلة دي موقنانتا أيو كتوسين إياه قرشد إلهي أوليهيم بكر قاضي إيمان كودو إلهي سبحانه وتعالى كزيادين إياه حسوس نام تودا إلهي حسوسيهين يوم الآخر
ايو ربي سبحانه وتعالى وكر دنيا لا شك قرح ذا يدي احمد وباتك انيهين من ايات الله اياتك الهي كون كان عالم كان وكموتية ايات كان الهي وحشاقي حكمتك ترتاين ايتهاي الضومها بقى قلين تودا وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وحكى لو ما صد الربو الإلهي على مضاها الضومها نتصنا نموتنا إنو إنا نكون بقى قلين إنمو يالي ولأن هاي والشركة كتاقا والبدعادة كتوبت كينا والمع السيادة كدحبح وأدوم إلهي وتوصن وإلهي أدعي عن نقضة أي محمد عليه الصلاة والسلام سبخاري ووريي وكذلك مسلم وحولي مركي أي قرحد المذوباتي إذا قال كودا يلاهدي وحيو مذوباتي لمشهد إنك إبراهيم والنبي عليه الصلاة والسلام أولادي سكمدها وحولي رسولك إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياتي قرحد يضيح هاي كمديهين مخلوقات كدليل إلهي كتصنيع قف لمشهد يدل شدي تروم مذوباتان ولكن الله يخوف بها عباده وآيات إلى الدوميس وكبق الجليه وحن النبي عليه الصلاة والسلام تلمامي معاصي إلى صوابته قل رح يدي حمد وباتك ومركي معصيه وبدته إنه إلى آيات دومها على مدى تصر سأي معصيه وقدته وبد كيران فقال عليه الصلاة والسلام في خطبته بعد الصلاة الكسوف نبي بوحر خطبتي وشادي صلاة الكسوف دبدت يا أمة محمد ومد نبي محمدي ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته ما تشيرو من أغير بضا معنا أغيرنا صبضا إنو أدون كيسو زينيستو أما أدون تيسو أي زينيستو وإن أغنى يقفك أدوى أدون لي وأدون كيسو زاني يسدو غحماني يا رنت نوع عاسية وديدة أدوى أدون لي هذا وحاي سبعي سنة كسي الدران إلهي سبحانه وتعالى ديد مديس أيا كسي الدران رنك نوع عاسية وديدة مرقى خطبة دي وهذا كان نبي كود إحضار سو أدوى ما هو الدران سيئو معاسي دا يخلط كي يقفك دعيا إنو سابو يحي ولهذا وحضر كيسا وقت النبي عليه الصلاة والسلام هل مر بيقر رحد مدولات صدع الله تنصى النضوط وهو الرسول داعي وضدك خير كويري ما أنت نواركتا أنت تشيراي مدولات يسيدا يسكو دو دو دحي وقت النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر بإسناد صحيح أن القمر انخسف لما الشيقين والسنة صحيحة كميس وأرورين صدح يلاما تنكات صنوض إنو ديو حمدو بادي ما انتنا وذارك ساسودين سقود ودوية حي قال عليه الصلاة والسلام يا أمة محمد لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولا ضحكتم قليلا حوالة تسي النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الكسوف نحن إذا نارتي يتشند اللغو تسي وآل لغو سودوية وحنبتي سي حقيقتي سوقي هداد وقال له هيدين إن يرباد قسلي له هيدين وطباشالي له هيدين إن بدن ودعوي له هيدين إذن كو لفين وبقايا وحكم إذا حكم كيا عباد الله تذكير الناس بيوم القيامة ذاتك إن قيامة الحصوصية وقل رحد المذوباني سيفتين كيدو نققر سوميو يضيح المذوباني ومقال كم إذا مقال لذا قيامها ومصغرة إن كوبان لينقط صي قال الله تعالى فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر هكذا يكون الأمر يوم القيامة هذه صورة الشمس والقمر طيب حين مدوبان يا أبو إلهي الشغي فتنك يسو التقي قل رحدي يضي حان مركة دنبال ليسو قينا أيه نارتنا اللي بدو دبين لقينا أيه يقول الإنسان يومئذ أين المفر حال الدواد بوادك طاعي متك استوق قال ماذا حدقها منافق عنيدة عاصي إلهي كفك بقي سواد بو بدن يوحو رمضونا مال انكاس قال الله عراري كرا طلو الغدو من كرا كلا لا وزر ما الله عرارا ما كرتيا ما الله بحصدا إلى ربك يومئذ المستقر
إلهي بان لو دهر تقيا ينبأ الإنسان بما قدم وأخر قف والبا وحافرت لغا ساريا لو شيغيا وحلا عليه وحسبيه نبي محمد عليه الصلاة والسلام مركا يقول رحد مذوباتي آد بوارق قحي إلا الشيغين صحابة رسولك إنو كبق ذين قيامين قطر قال أبو موسى خسفت الشمس فقام النبي فزع قل رحدا مذوباتي نبي محمد باك عي سقو أدوار قحسن يخشى أن تكون الساعة رسولك عليه الصلاة والسلام حكب قناي سبدل كوين عالم ككدعي إنو قيامه بالنقضه هل كان النبي عليه الصلاة والسلام بقاها يا أرققح وكقارب وصحابي ينوف السرعي ماذا فعل رسول الله كما رضو قاتوح سورنا يقول رحضة مدباتي يسووا داونا يوح الله هوام وقال قروح بدن فقام حتى أتى المسجد فقام يصلي بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاته قط ساجد كن نبي عليه الصلاة والسلام عرر حتى رسولك عليه الصلاة والسلام أرجع حي بقها تاجنا أوجي خميسك يدرع دجالك برت كسم يسناب إسكو خلدة والله وحلا أركوني سقو ستة درع دجالك برت كسم يسناب سيفا يوم كل يسق دجاي رسولك عليه الصلاة والسلام صلاة بقلبي ودارن أرك صلاة كقيام دار كركوع دار كسجود دار ولي جنبي محمد تاسو كلا تكريم أرك ثم قال إن هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده كذب نخذ بطبوك عيوحو الآيات كان على مدان إلى هيد تصيو ومي ما دان قف قيردي يقف دلشدي طونا إلى إبا صدراء دوميس كبق قلنا إيه حامر كايد الله قدبون إن قلوبتي نبقى وقلو فزع يا رققح يترى حق إلهي أدو يا عدان فإذا رأيت منها شيئا فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره في بعض الروايات فصلوا حتى ينجلي ما بكم مركز ركتان قل رحضا ما تضيح أو ما ذبادي وحادوا أرقق أحدان حق ذكرك إلهي حسك إلهي بضيع صلاة دعا كمت دعاء إلهي بري سبحانه وتعالى إلهي وطابت كيرد مداف ويديست تكذبوا لنبي عليه الصلاة والسلام إلا حالات السيدي وهرائكم قريسه أيها المسلمون عباد الله هذه خمس حكم من حكم الله الظاهرة في كسوف الشمس والقمر فاعتبروا بها وتأملوا فيها أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا أما بعد أيها المسلمون عباد الله قل رح يدى يحمد وباتك وحي الله إلا بس سببوت السبب مادي ولا طابا كره وضيحين ومد وباده سيدة هرانا علماء كتب توقوش يجي تيرين علوم تندم با جغرافي قناية المانتو وحسابوا ما دام يفتين كانوا كهلا قرحدة ويفتين كي قرحدة وكهلا دولك وكسو عليو إنا يساق إيا قرحد وكلفو قادان كدبنا يفتين كي قرحدة دولك وكقريو يتنضيحوا نقضو مدوح يفتين آن لهين وآن لقيه لهين إلهي با صابتا سي أبوري لفتين فالله هو خالق الأسباب إلهي با أبوري تاسي قال يا مسلم بو يسكو وافق سيهين سببت النوع عاصح سببت اللباد وسبب شرعي وسبب الشريعة الشاكتي أوباهن إيمان إيا يقين رومين أوباهن حكمة إيا مقصود كي يوجد لقال لي إيا هاي إن دادك مسلمين تاهي أي كقاران وأي ككسبدان سببت سوى طالب الشاكي حديثة إنه إلهي أدومي سو كوبا قلنا إيوه وحيابها سيئنو الشاقنين أدومها الوحسوسين أيوه سابت الشرعي قاع دادك واحد يقول قيب سمين صدح
فالكفار ينكرونها قالوا ويديدين وحي كدقيان مظاهر طبيعية وقال عادية وحكروا كدن بيها بياناتان وشيرين ولهذا مركا يدعضوا إياقوا حوما كردان بل وحال قيابا إني فسقية حماسي كرر صدان عيار بيودا قاقان يصور يوحيابها قاركود إن مناسبة الله قد اكتو لأنهم لا يؤمنون بسبب الشرعي سبب الشرعي قبان الرمي السنين وكذلك المنافقون إذ هم جزء من الكفار منافقين تلواساس وكلاء وهي كتاب كإله يسنى النبي قمر رمي السنى وقيم كم إذا قال ذا والمؤمنون يقرون بسبب الشرعي ويعتبرون بها ويمتثلون لأوامر رسول الله في هذه الحالة مؤمنين تدبتاه صارت شرعي قاوي الرميسيين إيمان دم استران وانا كعبر قادر ايان وحي النبي قوى أمري حالة دائن ليالان ويالان واسدوا يليني محمد عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام ومن المؤمنين من هو ضعيف الإيمان ومن انت وحكم إذا كو إيمان كود ضعيف هاي والرميسين لكنهم يتهاونون بهذا لضعف إيمانهم ويفضوا ذا يستروح بكما سوق هذا حال كود حويس كما بدلوا وعملوا ليرادوا إلي ما دار ما تشرتوا سيدي هربا إساقا هايين بإساقا هذا مقاسدي يوشيدو ينكي إلهي وكلها وحكم إذا كما صبحان وما حقيقيا ما انتنا حالك مسلمين تا إن بضان وكم إذا واسداس وحيوقع تانينا إسكتها هاي شيء دين تو هالشيك تيسك مظاهر طبيعية مركة لقابك ولا رقم يان ينا نحال كود وحبك بدلا إلا إيمان ولا خشوع ولا تقوى ولا توبة ولا استغفار ولا دعاء ولا صلاة ويدينك وقاهبين كده ويد الضيحوا مدوب هذي وقت يددك بدن كود ويسوات شيدان بو مدوب هذي هدنا مساجد ده تراءات ويرباكو تكنيسي نبي محمدنا عليه الصلاة والسلام مركب حق مساجدك أيو عرر مركب يقول راحضوا مدوب هذي وحتاك السيداران إن دليرت مسلمين تاه لقد حالي ولبا دليرت إن كم ده كوارن كاي واجب كتاي إلا الرومييو أو لقارق الجحو لقبقو أو حني محمد يري السمائي الله السمائيو كوا تشيس تشيس كديكت وملاها سكو صقرة وعاد وحوف أفتي دل يرتقار كود وحوم مجعابي مايو قرا الله ملاها صديقين وإليهين حالي هرجيسين لسحر صور تقل مياهين طيب حامد وبعدين دبتنا الصلاة بالله بلاوي تتكاسي وحي إلو سي وكوة تكنية إنا يارنتاني قروح تهي دي حامد وبعدين يعني دا ويارقق حينا دبتنا حق الصلاة دا وياعين وحي إلا بين أرنتاني قروح تهي دادكي مركا تشاركو دانا لباتين كتاب عنا صلاة دان يقران كان بحي لليرتاسي أنو هل كان بانتوانو قان نستيحين إياه يقولون أن استيحاها وقاتان عيبين ماها وشيدك لنا ماها إنها نصيحة لله وحن لا يهي إذن ما هبونا إذن ما نبنانا يدو إسلامي ما الله يدن كنا لي دول إسلامنا أتشوكتان إن مروا البايدين كسوا فلان إرأيو دينة إسلام كاللدكوا أما واحد دينة إنو كم مديها إلا هبون ليسكو خلاف صنعين chess chess at ku chess chess isena arintaas oo inay gaalima tahay culamaa ul islaam ay isku waafaqsan yihiin ilaahay kitaabkiisana ku xusan qula billahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da iimanikum ma ilaahay ma ayatkiisa ma rasuulkiisa ku chess chess isan nabi maxamed baar gaghay وبقبضني كم وقضي نبي محمد با عليه الصلاة والسلام تلمامي صلاة دا إن لغو أرقق حو ولغو نحمر كي حالة دا صدعبه
taasa wax la isku ceebeya ah sidee loo oran karaa waa muuqaal qurux badan shaygii ilaahay uu addoomaynu ku baqageliyo uu doonayo baqaaba yaallee qurux halkay taalla oo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay walaakin allah yukhawifu bihimaa cibaadah waxaa laydinka fadhiyaa dhalinyaroy ilaahay diintiisa inaad u nusraysaan aad garab istaagta waana waajib idin saaran inta awooddiinnu ay tahay aqooneed iyo xoogba laakiin ilaahay diintiisa wax liddi ku ah inaad samaysaan aad ku dhaqaaqdaan ama aad ku hadashaan waa wax xaaraan idinka ah ceebna idinku ah khasaarana idinku ah adduunyada intaad joogtaan iyo haddaydaan ka toobad keenin aakhiraba ilaahay ka baqda subxaanahu watacaala waxaad aqoon u leedihiin ka hadla idinkoo weliba ku miisaamaya shareecada islaamka ilaahay diintiisa wixii aydaan aqoon u lahayn ha ka hadlina weydiiya cidda aqoonta u leh sida ilaahay uri fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun haddaad garanaysaanna ha ku jeesjeesina waa sifa aad iyo aad u xun oo ilaahay halka uu gaadhsiiyey aynu ogsoonnahay cid kastoo hadallada noocaasiya ku hadashay qortay taageertay ciddii ku hadashay ku hambalyaysay difaacday waajib waxaa ku ah inay ilaahay u toobad keenaan intaanay dembigaa weyn ku dhiman nadcuuhum ila tawbati ila allah waxaynu ugu baaqaynaa inay ilaahay u toobad keenaan ilaahay raxmaddiisay ka mid tahay inuu baabu tawba u furay oo hadalkaa xun ay ka murugoodaan weliba towbaddoodu ay calani noqoto si muuqata maadaama hadalkaa xumi uu faafay lagana yaabo dadka qaarkooda muslimiina inuu fitno ku noqdo diinta ilaahay uu ka fitneeyo oo wax ilaahay uu weyneeyey inay fududaystaan saab uu ugu noqdo si calaniya sa marka horeba hadallada xuni ay u baaheen hadalka wanaagsanee toobad keenka ahina waa inuu baaho toobadduna waa sharaf ilaahay baa idinku jeclaanaya in allah yuxibu tawaabiin wayuxibu lmutatahiriin ilaahay baana qadarkiina kor u qaadaya haddaad si dhabo runa ilaahay aad ugu toobad keentaan towbad shuruuddeeda dhammaystiratay waxaan leeyahay oon ugu baaqayaa dhalinyarteenna maanta taasoo qura maahay aad bay u badiyeen hadallada noocaasi ah ciddii la socotaa way la socotaa hadallada jeesjeeska ee diinta ku saabsan ama ka hor imaanshaha qofku qodob diinta ka mida si toosa uga hor imanaya u caaridaayo ama qofka oo had iyo jeeraale duraaya dadka ahlulcilmiga iyo ahlulkhayrka ee dadka diinta u taagan iyadoo maqsuudku uu yahay diinta ilaahay subxaanahu watacaala iyo dadka in la kala teedo oo gidaar iyo xijaab weyn loo dhexaysiiyo waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu watacaala ka baqa cumriga adduunyadu aad buu u kooban yahay haddii adduunya idin fitnaysayna ilaahay subxaanahu watacaala ayaa risqiga bixiya ilaahay baana fadligiisu uu waasic yahay ballanqaadkiisuna uu run yahay ashaytaanu yacidukum alfaqra wayaamurukum bilfaxshaa wallahu yacidukum maqfirata minhu wafadla wallahu waasicun caliim geeridu waa soo dhowdahay u diyaar garooba dhalanteedkan adduunyo iyo dhalinyaronimadiinna iyo quruxdiinna iyo aqoonta aad isbidaysaan yaana ilaahay iyo aakhira idin ilowsiin sida ilaahay subxaanahu watacaala uri falaa taqurannakum alxayaatu dunya walaa yaqurannakum billaahi algharuur allahuma rabbana aatina fi dunya xasana wafi laakhirati xasana waqina cadaaba annaar allahuma salli cala nabiyina muxammad wacala aali nabiyina muxammad kama sallayta cala ibraahima wacala aali ibraahim wabaarik cala muxammadin wacala aali muxammad kama baarakta cala ibraahima wacala aali ibraahima fi lcaalamiina innaka xamiidu lmajiid وتجنب اللفظين إن كليهما ومقال جهم عندنا سيان يا أيها السني خذ بوصيتي واخصص بذلك جملة الإخوان واقبل وصية مشفق متودد واسمع بفهم حاضر يقضان كن في أمورك كلها متوسطا عدلا بلا نقص ولا رجحان واعلم بأن الله رب واحد متنزه عن ثالث أو ثاني الأول المبدي بغير بداية والآخر المفني وليس بفاني وكلامه صفة له وجلاله منه بلا أمد ولا حدثان.